السلام عليكم، اخباركم ايه؟ يا رب دايما بخير وبصحه وسلامه وسعاده. صباح الفل عليكم وصباح الهنا على عيونكم. بصوا بقى، لايك وشير للفيديو كده، وتعالوا نشوف عندنا ايه النهارده. انا عندنا النهارده حاله استثنائيه كده، طبعا في شم نسيم، يعني فسيخ ورنجه وسردين، ده المتعارف عليه من ايام القدماء المصريين ومن ايام اجدادنا الفراعنه. لكن النهارده بقى اختلفنا القاعده او خلفنا القاعده، زي ما قلت لكم في فيديو الفسحه اللي احنا فسحناها يعني ونزلتها قبل كده، ان انا يوم شم النسيم كنت عامله سمك مشوي او سمك يعني ايه اللي هو الصغير ده، مش عارفه بتقول عليه اسمه ايه، انا بنقول عليه بولت صغير، او سمك بحري، او سمك يعني ايه بتاع نهر النيل وكده. المهم في اليوم ده طبعا كنت هنعمل فسيخ وهنعمل رنجه وهنعمل سردين كالمعتاد يعني. لقيت جوزي قال لي لا اعملي سمك مشوي احلى يا عم، ده اليوم المتعارف عليه في من القدماء المصريين ان هو بيكون فيه الحاجات المملحه ديت والحاجات الحلوه اللي احنا بنفتكرها من السنه للسنه، برغم ان احنا من بعد رمضان واكلين وشاربين جايمين نايمين برنجه وفسيخ وسردين. حلوه لايجه. المهم لقيت الشارع كله الريحه كلها جلبه سمك مشوي، فخلاص قررت نعمل سمك مشوي. لقيت هو اصلا جايب لي سمك من الصغير اللي انتوا شايفينه ده. انا بصراحه مش بنحب او بنفضل السمك المشوي ده لان بيغلبني، خصوصا ان عندي اطفال صغيرين بيقعدوا بقى نضفي لي يا ماما الشوك يا ماما مش عارفه ايه، فبيغلبني. انا لو هنشوي سمك هنشوي يا اما بوري يا اما ماكريل يا اما بولتي بس كبير، وطبعا بنفتح البطن بتاعته. لكن ده السمك الصغير ده لو فتحت البطن بتاعته مش هتلاقي فيه حاجه، فبيتشوي سليم زي ما هو كده. المهم غسلته كويس تحت الحنفيه كده من اي مثلا بيكون عليه تراب بيكون عليه رمل كده، وكمان بيكون عليه جشور كده برضو نضفتها حلو وتحت ميه جاريه كده وغسلته، بس ما فتحتش بطنه ولا نضفته، وملحته كده برشه ملح بسيطه كده وسبته وركنته عندي على المطبخ على بال ما شطبت المطبخ ودخلت بقى نعمل الغدا على طول. تتبيله السمك بتاعتي مشهوره ومفيش ابسط منها، للسمك لكل انواع السمك في الكبه كده الحلوه بتاعتي اللي يا رب ربنا يديمها عليا كده ما تبوظ خالص ابدا، عشان خاطر كنت محتاسه الايام اللي كانت بايظه فيها. هنعمل تتبيله السمك بقى الحلوه اللي بتكون ريحتها كده مفحفحه وحلوه للسمك المشوي او للمقلي. في الكبه بقى عملت كام راس توم، كام فص توم كده يعني حوالي راس توم كده كبيره، وعليهم قرنين فلفل بقى بارد كده على سبايسي كده، وبصهم ظبطوا المسائل، وشويه كزبره خضراء وشويه شبت اساسي للسمك، الشبت والثوم والكزبره الناشفه، وعصرت كام وحدات ليمون كده عشان خاطر تديني طعم حلو للسمك المشوي. التتبيله اللي بنحب نعملها في الكبه عشان خاطر في ناس بتعملها في الخلاط بتكون فيها ميه كتيره كده وتخلي السمك طري معايا كده وكمان يبرد معايا ما يبقاش ساخن، فانا بنعملها بطريقه كده اكن هنتبل سمك هنجليه في الزيت بالظبط. حطيت كمان معلقتين كده كبار من الخل، وهنحط كمان نص معلقه كده من هريسه الشطه، الشطه من مش كتيره، اللي يشوفها يقول ده كتيره بس لا، ده لما تحط عليها ملح كده ولما اتركنت في الفريزر او في الثلاجه تحس ان الحرقه بتاعتها هدت شويه كده، ما عادش زي الاول زي ما تكون هتفرموها لسه صبحه وطازه كده. نملح بقى نظبط الملح بتاعنا، وطبعا نراعي ان احنا ضايفين ملح على السمك واحنا راكنينه كده شويه، وشويه كمون وشويه كزبره ناشفه. انا عندي الخلطه دي بنعملها في برطمان كده بيكون فيها حوالي مثلا 7-8 توابل كده على بعضها، بنحمصهم ونطحنهم عندي في الكبه ونركنهم كده نستخدمهم للسمك، وبنستخدمهم كمان لمشويات وحاجات كده حلوه. ان شاء الله هنعمل لكم فيديو تاني او هنصورها لكم وانا بنعملها كده ان شاء الله. ضربت كل الكلام ده في الكبه مع شويه ميه صغيرين عشان خاطر برضو تمشي لي الكبه كده عشان الكزبره والشبت اللي احنا ضايفينهم، وتظبط لي كل المسائل كده في الكبه. نفرمهم بقى فرم ناعم كده لخشن يعني وسط، مش ناعم قوي ولا خشن قوي، وسط كده على حسب ما انتوا حابينه. برضو ادي الخلطه بقت جاهزه معانا وسهله، حطيت طماطميه برضو معايا عشان خاطر تديني طعم حلو. هنظبط بقى كل المسائل دي، نعمل بس رز الاول وبعدين نروح بقى ايه نولع الفرن ونشوي السمك بتاعنا. هنولعه بره، هنشوي في الفرن اللي بره فرن الغاز العادي. ولعت الفرن وسبته يسخن، لازم أن يكون حراره الفرن عاليه قبل ما نشوي السمك، وهنعمل الرز الاول وبعدين نشوي السمك بره. معلقتين سمنه كبار كده في حله، وننزل بقى بكميه الرز اللي احنا عايزينها. هنعمل رز ابيض عادي بس بنديله تشويحه كده، بنعمله زي رز الفته بالظبط عشان خاطر يطلع مفرفر كده وحلو. نديله تشويحتين كده في الزبده او في السمنه لحد لما نحس ان هو شخلل كده معانا وبدا ياخد لون فاتح بسيط خالص كده، مش اصفر بس بدا ينشف معايا من اي ميه، وبدا تحسوا ان انتوا متغلفه كده بالسمنه كده واتحمصت كده معايا او خدت تشويحه حلوه كده معايا. وبعد كده ننزل بالميه على طول ونظبط الملح وخلاص. في اسهل من كده؟ مفيش اسهل من كده، اسهل حاجه في التاريخ الرز الابيض والسمك المشوي، ما بياخدوش وقت خالص، يعني لو نص ساعه تكوني طالعه باحلى غدا.
نظبط من هنا بقى ونغطيها ونسيبها. اول ما تعلى كده نعلي النار الاول، واول ما تحس ان شربت الميه بتاعته الرز نهدي النار عليه. صلوا كده على الرسول واذكروا الله كده وانتوا شغالين، وان شاء الله حاجتكم تكون فيها بركه كده وتكون فيها خير. ادي اول ما غلى معايا من غير ما نقلب فيه ولا نحط فيه اي معلقه، نهدي النار عليه ونحطه على العين الصغيره خالص ونهدي عليه ونسيبه بقى مع نفسه كده 10 دقائق ربع ساعه لحد ما يكمل تسويه معاه. في الوقت بقى ده كنت طبعا الفرن لسه بيسخن، برده سايباه يولع براحته كده ويسخن عشان خاطر السمك مش بياخد وقت، وعشان ما ينزلش معايا ميه كده لازم يكون الفرن ساخن على اعلى درجه حراره. يعني هنعمل بقى شويه سلطه خضراء كده جنب السمك المشوي الفظيع ده. السمك ده او الاكله دي بتكون يعني خفيفه كده، تحس ان انتوا مش بتشربوا ميه كتير زي الفسيخ وزي الرنجة وزي الحاجات التانية ديت، وتحسوا ان انتوا اكلتوا اكل مريحكم. يعني رز ابيض يعتبر يعني بيتعمل للعيانين بالنسبه لي انا، بالنسبه لي الرز الابيض ده بيتعمل للناس اللي تعبانه، وكمان السمك المشوي برضو للناس اللي هي تعبانه وبتعمل رجيم زي حالاتي، فبتعبش برضو فبتعبش ولا بيشرب ولا بخليكم تشربوا ميه كده ولا حاجه. شويه سلطه كده بقى وريحه البصله الحمراء دي على السلطه الخضراء مع السمك المشوي يا اختي بيودي في مكان تاني خالص. جربوا السلطه كده بالبصلية الحمراء ديت، هتلاقوا طعم السلطه مختلف تماما، خصوصا مع اي حاجه مشويه، فراخ مشويه او سمك مشوي او كفته كمان. ظبطنا كل المسائل بقى نروح على الفرن على طول نشوي السمك بتاعنا، بس الاول نقلبه كده في الرده، نقلبه كده في الرده الاول وبعدين نطلع بيه على الفرن على طول. فاكرين السمك اللي انا كنت شوياه، البوري اللي كنت شوياه وحطيته الاول في الدقيق وبعدين الميه وبعدين الرده، علشان خاطر البوري عندي لحم الجلده بتاعته من بره كده بتكون رقيقه كده لما انا عملتها بالسكين، لكن البولت ده نازل هيروح على الفرن حامي، فمش شرط نعمله بالطريقه دي. لو انتوا مثلا مبتدئين او اول مره تشوي سمك لازم تعملوا الخطوه دي، تنزلوا في الدقيق وبعدين من الميه على الرد على طول، عشان خاطر يعمل لكم كفر كده على السمكه ما تلزقش معاكم في الصاجه لو هتشوه على البوتاجاز او في الفرن، مش هيلزق معاكم ولا هيطلع منه الجلده بتاعته ولا اي حاجه. لكن انا طبعا السمك البلطي ده بيكون سهل بالنسبه لي لو هينزل على فرن حامي، مش هيلزق ان شاء الله مني وهتشوفوه دلوقتي. لكن الناس اللي لسه اول مره تشوي سمك فمش متعوده يعني على شوايه السمك تعملوا كده بالخطوه اللي قلت لكم عليها. هنا الفرن بقى حامي كان ما شاء الله، شايفين اصلا الرد اول ما نزلت لونها احمر ازاي. بدات بقى نرص السمك وما شاء الله هياخد معايا كميه السمك، السمك اللي معايا ده كله هنشويه على مرتين. انا كنت كاره السمك ده ليه؟ عشان خاطر حجمه صغير، عشان قلت لكم عندي اطفال، ولكم بقى ان تتخيلوا احنا خدنا وقت قد ايه في الغدا انا بالذات خدت وقت قد ايه عشان ننضف سمك لكل العيله، مش قادره اقول لكم ساعه كامله او اكتر كمان. نضفي لي يا ماما، في شوك يا ماما، مش عايزه الحته دي يا ماما، السمك الصغير ده ما تعملوش تاني يا ماما، وغلبوني. ما نقلبش بقى السمك في الفرن غير لما نحس ان اخد لون احمر كده حلو من تحت، طبعا ما فيش اضافه زيت ولا في اضافه اي حاجه. لما نحس ان اخد لون احمر كده من حلو من تحت، معلش مستعجله عشان ورايا مشوار، لما نحس انه اخد لون احمر كده من تحت حلو نقلبه على طول، عشان خاطر برضو ما نديش فرصه ان هو يتسلخ كده معايا او يشيل او القشره بتاعته تكون لازقه في الفرن، شايفين؟ وكمان نديله كمان فرصه ان هو يكون مستوي معانا. طلعنا اول شويه سمك او اول رصه كده رصيناها في الفرن، ودخلنا الثانيه على طول بعد منها او شويه السمك اللي فاضلين، واول ما يطلع معايا وهو لسه ساخن ننزل عليه بالتتبيله اللي احنا عاملينها مع بعض في الكبده. تتبيله ناشفه كده تحس ان هو ما فيهاش صوص كتير او ميه كتير، انا بنحبها كده. لو انتوا حابينها تكون فيها ميه كتير اعملوها في الخلاط وزودوا لها كمان نص كوبايه ميه كده، لكن انا بنحس ان لو عملت لها ميه كتير بتحس ان السمك عايم كده في ميه كده وسمك بارد وطري كده، لكن مش بنحب الحته دي. لكن انا رش عليه شويه ملح قبل ما نشويه، فتملح نسبه يعني تملح كده ايه حاجه بسيطه، ولما التتبيله دي تنزل عليه ونركنه شويه برده هيتملح اكتر. شايفين المنظر عامل ازاي؟ ما شاء الله عليه. ده بقى كان عايز سمك بلطي كبير، سمك بوري بقى كبير كده يا سيدي، اللحمه دايبه كده وطيبه وحلوه وبيضه كده، والقشره بتاعت السمكه زي ما هي ما طلعتش من عليه وزي الفل. تبل بقى السلطه، السلطه بالذات لازم تتبلوها وانتوا بتغرفوا الاكل على طول، عشان خاطر الميه والبصل والخضار اللي احنا ضايفينه ما يجيبش ميته. فتبلته بايه بقى؟ عصير ليمون، ملح، شويه فلفل، وشويه كمون، وكمان شويه خل كده. انا ولادي مش بيحبوا الكمون في السلطه،
فما ضفتهاش، لكن لما نيجي نعمل سمك مشوي الكمون بيدي السلطه طعم حلو. ونغرف بقى السلطه بتاعتنا كده في طباق، وما شاء الله الاكل ما خدش مني زي ما قلت لكم نص ساعه كده. شايفين منظر السلطه عامل ازاي؟ الناس بقى اللي مش بتحب السلطه الخضراء ديت ممكن تعمل جنب منها مثلا خضار بقى ايه صحيح كده، ممكن طماطم مثلا مخلله، ممكن فلفل اخضر زي ما انا عامله كده وجرجير وخلاص. انا عندي بنتي واحده بس ما بتحبش السلطه، الاثنين التانيين بياكلوا سلطه وبيحبوها زي كده، لما في واحده مش بتحب السلطه خالص ولا بتاكلها خالص، وبصراحه مغلباني مش عارفه اعمل معاها ايه. لازم من السلطه والخضار الحاجات ديت مفيده للاطفال فلازم ياكلوها، فهي مش بتاكله خالص ولا حتى بتاكله لا صحيح ولا معمول سلطه. بنحاول ندخله لها بقى في الاكل. وادي الرز بتاعنا، الرز بتاعنا مفرفر كده ومفلفل وطعمه فظيع، خصوصا بقى لو معمول بحته سمنه بلدي كده يا سيدي على الدلع. غرفنا الاكل وكلنا وما شاء الله، وخلصنا الغدا ولبسنا هدومنا على طول ورحنا على النادي على طول، قضينا اليوم اللي احنا اللي انا نزلت لكم الفيديو، ومش يوم هو كان ساعتين او 3 ساعات يعني بالكتير. حلو برضه شويه مخلل بقى من اللي انا عاملاهم في رمضان زي ما هو معايا ما شاء الله عليه. هنا بقى السمك بصوا بيدوب دوبان كده، جربوا السمك بالطريقه دي، وسواء بقى اي نوع سمك مشوي زي ما قلت لكم، ماكريل بقى، بلطي، بوري، عيشوا حياتكم. والتتبيله كانت فظيعه، الطماطميه دي بتدي طعم حلو وطعم مختلف كده، ولازم يكون التتبيله فيها سنه حميان كده وشطشطه حلوه كده. وادي الرز وادي المخلل، انا ما كنتش طبعا فطرت فدايسه في الاكل شويه. والخضار طبق الخضار الحلو، وادي السمك بتاعنا الفظيع الرهيب، لسه فاضل كيس من ده مش عارفه نعمل فيه ايه، نوديه فين مش عارفه. كان طعمه حلو والله، بس هو اللي غلبني فيه ان هو يعني حجمه صغير كده وبيحتاج تنظيف، وطبعا الاطفال مش بتنضف سمك لنفسها خالص. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وكل سنه وانتم طيبين وبمناسبه شم النسيم، وكل سنه واخواتنا المسيحيين بالف خير يا رب، وكل سنه وانتم منورين حياتي، وشكرا على تعليقاتكم الحلوه اللي بتوصلني لكم بالمثل ان شاء الله. اشوفكم بقى في فيديو تاني، واسيبكم في رعايه الله، واتمنى لكم الخير دايما. مع السلامه.